السلام عليكم قبل عده اشهر سويت مقطع فيديو بعنوان وثائقي لماذا يكرهون ذو الفقار المغربي حقيقه هذا الفيديو اخطات خطا جدا كبير المفروض انه انهي الوثائق بجمله بسيطه لماذا يكرهون ذو الفقار المغربي بسبب المستبصرين الذي ادخلهم هذا الشخص الى نور محمد وال محمد الجزائر تونس المغرب مصر السودان سوريا العراق والعديد من الدول دخلت الى التشيع بسبب بحوث هذا الشخص العظيم. ذو الفقار المغربي لديه تاثير كبير في هذا الوسط، الوسط العقائدي والبحوث العقائديه. لذلك ان شاء الله نستعرض معكم تجربه من اخ من السعوديه وهو يروي قصه تشيعه ومن كان السبب؟ نعم ذو الفقار هو كان السبب بهدايته الى دين محمد وال محمد. ملاحظة بسيطة وبعدها ان شاء الله ننتقل باستبصار هذا الشخص، عندما اعرض قصة متشيع في قناتي فهذا المقطع مأخوذ من موقع او من قناة على اليوتيوب فالملاحظة المدة التي يروي بها هذا الشخص قصة استبصاره انا لا اتلاعب بها اطلاقا انما اعرضها كما هي لان بعض الاخوة دائما ينبهوني ان قصة المتشيع غير كاملة فقناتي تاخذ من المواقع وتاخذ من قنوات اليوتيوب فانا لا اقص ثانيه واحده من استبصار احد الاشخاص لنور محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد احييكم بتحيه الاسلام معاشر موالي امير المؤمنين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اشكر اخي ذو الفقار المغربي على اتاحه هذه الفرصه لنا معاشر المستبصرين او المتشيعين الراكبين سفينه النجاه حبا لمحمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين. اشكره على اتاحه هذه الفرصه لكي نتشارك تجاربنا فيما خضناه بخصوص رحله هذا الاستبصار، وساحاول الاختصار بقدر الاستطاعه ولن اخوض في بعض التفاصيل ابداها بمن اين انا؟ انا مواطن من بلاد الحرمين الشريفين ومده استبصاري هي اربع سنوات والمقطع الذي اثر علي جدا فيما يخص الاخ العزيز ذو الفقار المغربي هي حلقتا حلقه من السلسله سلسله حقائق مغيبه حلقه حديث الثقلين بجميع اجزائها وحلقه مظلوميه الزهراء سلام صلوات الله تبارك وتعالى عليها بجميع اجزائها. هاتان الحلقتان هي مهمه جدا لكل باحث عن الحقيقه او باحث عن بوابه التشيع. فابتداء اتحدث عن حديث الثقلين العظيم الذي اعجز اهل الخلاف وجعلهم يحومون ويعومون ويزورون مضامين هذا الحديث تاره بعزوه الى بالتلاعب بالمتن وعزوه لمسلم وتاره بالكذب بالاتكاء على روايه صحيح مسلم والكفر بباقي الروايات المرويه ايضا عن زيد بن ارقم الصحابي وتاره اخرى ب الاستهتار بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأن هذه الوصية من آخر وصايا للأمة جمعاء بالانتباه على أمرين عظيمين جليلين وهما كتاب الله والذي هو القرآن الكريم وعترة النبي الذين هم أخص أهل بيته الذين هم من لحمه ودمه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واورثهم علم الكتاب وجعلهم هداة للناس. احبتي الكرام، وجب علي ان ابين للاخوة الكرام بعض الامور التي قد تخفى عليهم ولا يميزونها بحكم ان اغلب الناس يتكئون على هؤلاء الكهنة الذين لا يتقون الله عز وجل فيما يقولونه وينشرونه ويبينونه للناس. حديث الثقلين الجليل العظيم مخرج في اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل فيما ادعاه القوم وهو صحيح مسلم، الكتاب الاول هو البخاري ثم يليه صحيح مسلم من ناحيه الصحه بعد كتاب الله عز وجل، وهناك امر قد يخفى على الكثير وهو ان الذين جمعوا وهو ان الذين جمعوا ورتبوا ابواب الاحاديث صحيح مسلم على الابواب جعلوا هذا الحديث العظيم في باب من فضائل باب من فضائل علي بن ابي طالب صلوات الله عليه ولم يجعلوه في باب فضائل اهل البيت ولم يجعلوه في مثلا على سبيل المثال في احد في احد من زوجات النبي صلى الله عليه واله. فخرجوا هذا الحديث بشكل خاص في فضائل الإمام علي عليه السلام مع أنه لا يوجد ذكر لا يوجد ذكر في متن الحديث أي من كلام سيد رسول الله صلى الله عليه وآله ما ما يشير للإمام علي عليه السلام وهذه قد فادت فاتت القوم لأن القوم لا لا يتحدثون عن ذلك وكما هو معلوم كلام زيد بن أرقم لا دخل له في متن الحديث. لانه كلام زيد بن ارقم وليس كلام رسول الله صلى الله عليه واله، فمتن حديث صحيح مسلم لا ذكر له للامام علي عليه السلام لا من قريب ولا من بعيد، فلماذا يا قوم يُخرّج الحديث في فضائل الامام علي عليه السلام، اليس الاولى ان يُخرّج فيه فضائل اهل البيت عليهم السلام، ان كان كما يزعم القوم المتكئون على صحيح مسلم، اي اقصد اقصد روايته ويكفرون طبعا بروايه احمد وروايه الترمذي وغيرهما. ثم يقولون ان الرسول صلى الله عليه واله امر فقط بالوصايه بكتاب الله عز وجل وبأهل بيته. فنقول لكم ان كان الامر كذلك فلماذا يخرج الحديث؟ طبعا العلماء الكبار الذين جمعوا وبوبوا لمسلم، لماذا اخرجوه في فضائل الامام علي عليه السلام؟ ولماذا لم يخرجوه في فضائل أهل البيت عليهم السلام هذه آه نكتة لطيفة تخفى على كثير من السنة والشيعة على حد سواء فلماذا يخرج الحديث في باب الإمام علي عليه السلام فضائله وهو لا ذكر له الجواب أحبتي أن هذا الحديث العظيم هو في غدير خم والكل بل الأمة جمعاء تعلم ماذا حدث في غدير خم وهو البلاغ بولاة امير المؤمنين علي عليه السلام كما قال الله عز وجل في سوره آل عمران او في سوره آآ آآ في سوره المائده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فهذه الايه انزلت بحسب الصحابي الجليل الصحابيان الجليلان ابي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود يوم غدير خم بولاية الإمام علي عليه السلام كما جاء في الدر المنثور السيوطي أنزلت هذه الآية يوم غدير خم بولاية الإمام علي عليه السلام وكما هو معلوم بايعه القوم وعلى رأسهما وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وهنأوه بذلك فمعنى حديث صحيح مسلم بكل اختصار وبمعناه أن النبي صلى الله عليه وآله اقترب أجله أو اقترب وقت وفاته واستشهاده، ثم أوصى بكتاب الله عز وجل وبعلي بن أبي طالب، أي ترك النبي صلى الله عليه وآله لأهل ذلك الزمان كتاب الله وعلي بن أبي طالب، ولكن القوم والله المستعان زعموا أنهم تمسكوا بكتاب الله عز وجل وأنهم يعلمونه ويعلمون ظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابهه وعامه وخاصه وما سبب نزوله والله المستعان وما علم ذلك إلا لباب مدينة العلم علي عليه السلام بشهادته وبما هو مسبور ومذكور في كتب القوم هذا بكل اختصار فيما يخص حديث الثقلين أما فيما يخص مظلومية الزهراء صلوات الله عليها فبالله عليكم يا معاشر المسلمين كيف علم أبو بكر بحديث الأنبياء وأنهم لا يورثون وكيف بالله عليه لم يعرف معنى الكلالة وتندم في آخر حياته بأنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله بما ندم منه بما تندم عليه في الحديث المشهور المخرج في الأحاديث المختارة للضياء المقدسي فالرجل جاهل بمعنى الكلالة والرجل يتندم على انه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه واله في عده امور والله المستعان، بل ويتندم على انه تمنى ان يقذف الامر في عنق الرجلين اي عمر وابي عبيده عامر بن الجراح في طامه السقيفه، سقيفه بني ساعده، فكيف لرجل جاهل كهذا لا يفقه من كتاب الله عز وجل شيئا ومضطرب في امره وشانه وما قذف في رقبته على أن يرد على العترة الطاهرة تجادل مع الزهراء صلوات الله عليها وتجادل مع الإمام علي عليه السلام وتجادل مع العباس عليه السلام فيما يخص أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جاهل فيما أدنى فيما في أقل من ذلك من كتاب الله عز وجل فبالمقارنة للوصي صلى الله عليه أنه كان له مدخلان لرسول الله صلى الله عليه وآله مدخل بالليل ومدخل بالنهار وكان إذا سأل أجيب أي إذا سأل الإمام علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله أجابه وإذا سكت ابتدأه النبي صلى الله عليه وآله وهذه المنزلة كانت منزلة خاصة من دون الخلق للإمام علي عليه السلام ناهيكم عن جوار بيت علي عليه السلام لبيت الرسول صلى الله عليه وآله هذه البيوت التي بها آثار جبريل نزول جبريل عليه السلام بالامر من الله عز وجل. ام ابو بكر وعمر اللذان كانا في عوالي المدينه او بعيدا عن بيت رسول الله صلى الله عليه واله او كعمر الذي الهاه الصفق بالاسواق اي البيع والشراء، كيف بالله يتساوى هذا بهذا؟ كيف يتساوى من كان حفيا برسول الله صلى الله عليه واله واهله الاقربون بهذان الابعدان؟ هذا من جهه ومن جهه اخرى أن الإمام علي عليه السلام قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يثبت قلبه ولسانه فمن بعدها لم يخطئ بين متحاكمين أو لم يخطئ بين قضاء رجلين أو متخاصمين، اللهم اهدِ قلبه وثبت لسانه، فكيف بالله للقاضي أقضى أهل المدينة بل أقضى أهل الأرض في زمانه الإمام علي عليه السلام أن يخطئ في قضائه بين الزهراء صلوات الله عليها وبين ابي بكر، هنا ضعوا علامه استفهام كبيره، بيعه ابي بكر ليست شرعيه، وما قاله ابو بكر باطل باطل باطل، لان القاضي هو الامام علي عليه السلام، فان لم ترضوا به خليفه فقد رضيتم به قاضيا. على رغم انوفكم لان النبي صلى الله عليه واله بعثه الى اليمن ودعا له فما شك بين قضاء بين رجلين او متخاصمين قط فان لم تصدقوا الزهراء صلوات الله عليها وقد كذبتموها وظلمتموها فوق ظلمها ظلمتموها فوق ظلم ابي بكر لها الى يومنا هذا تقولون ان الصواب والحق مع ابي بكر وليس مع سيده نساء العالمين وسيده نساء الجنه الزهراء صلوات الله عليها. راجعوا انفسكم وان اعيتكم او لم تطب نفوسكم بان تقولوا ان ابا بكر الكاذب الاثم الغادر الفاجر الخائن بحسب صحيح مسلم وصحيح ابن حبان لا تستطيعون ان تقولون انه اخطا فعليكم بها بهذه الاحاديث حديث دعاء النبي للامام علي عليه السلام بانه لا لم يخطئ بعد دعاء النبي صلى الله عليه اله ابدا وأنه كان بمنز... بمنزلة خاصة من النبي صلى الله عليه وآله له مدخلان في الليل والنهار، وأنه كان إذا سكت ابتدئ وإذا سئل أجاب، وزيادة عليها حديث باب مدينة العلم، لكن القوم كالعادة يضاعفونه، لكن هذه الأحاديث لا خلاف عليها، والله المستعان. نشهد الله تبارك وتعالى على أن الزهراء ماتت مظلومة مكلومة بسبب طغيان أبي بكر وكذبه على الله ورسوله، أشهد الله عز وجل أن الزهراء -صلوات الله عليها- ماتت وهي غاضبة واجدة على أبي بكر وعمر ولا تكلمهما فنسال الله تبارك وتعالى ان نطيب انفسنا بزياده عدد المتشيعين ومع وان يعرف الناس حقيقه هذان حقيقه هذين الرجلين اللذين فعلا في هذه الامه الافاعيل. اشكر الاخ العزيز ذو الفقار على هذا على هذه الفرصه واشكر جميع الاخوه الذين يعملون ليل نهار في قنواتهم التي لا تعرف في نصره اهل البيت عليهم السلام فكلنا ذاك الرجل وكلنا في مضمار واحد وهو نصره اهل بيت النبي صلى الله عليه واله من المدعين لمحبتهم. ارجو من جميع الاحبه والاخوه طالبي الحق والباحثين على ان يتدرجوا في بحوثهم وان يتعلموا علوم الحديث الشريف بمختلف انواعها بمختلف انواعها حتى لا يلبس عليهم هؤلاء الكهنه والشياطين الذين لا يستحون ولا يخجلون من الله عز وجل ولا يخافونه وسيسألون عن كل شيء وسيسألون عن الثقلين كما جاء ذلك صريحا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فانظروا كيف تخلفوني فيهما وفي رواية فانظروا ما تخلفوني فيهما هذا والله أعلم وصلى الله على النبي الهاشمي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين